ما تيجي بينا يلا نعمل رز بلبن، نشوف بقى الرز بلبن وحركاته عاملة ازاي. انا حطيت شوية ماء صغيرين، وعلشان اسوي فيهم الرز نص سوا، وده بيفرق في الطعم وبيفرق في كل حاجة، ما بيخليهوش ني، بيخليه مستوي. انك تسويه نص سوا في شوية مية، هنا مستوي كده نص سوا في شوية مية، وبعد كده هروح حط عليه اللبن. مش عايزة افكركم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنا حطيت اللبن وهقلبه بقى، هو كده استوى نص سوا في المية، هيكمل بقى سواه في اللبن. انا حاطه هنا كيلو لبن على كوباية رز، او كوباية ونص رز، كوباية ونص رز على كيلو اللبن، يعني حط اقل من نص، يعني ربع كيلو تمن، يعني ربع وتمن، يعني ربع رز وتمن، كوباية بعاير بكوباية، انا كوباية رز ونص كوباية على الكيلو اللبن. هنا بقلبها معايا كويس، وبعدين ما احس ان هي داخله كده على سوا، هروح حاطه الايه الحاجات بتاعتها. انا بعمل اكتر الاوقات بعملها بحط عليها كريم شانتيه، بنات كريم شانتيه، انا مش ضربه كريم شانتيه، بودره. بروح جايبه النشا، كيس النشا على كيس كريم شانتيه بودره، وبروح مقلباه مع بعض وحطاه. بس ما كانش عندي كريم شانتيه فما حطيتش عليه كريم شانتيه، بس هو بيبقى الصراحه اجمل بالكريم شانتيه. عندك قرفة حطي، بس انا ما عنديش قرفة، حطيت فانيليا. عندك فانيليا حطي، عندك قرفة حطي، عندك مستكة، دوابل المستكة في شوية مية برا وبعدين حطيها، برضو بتفرق في الطعم وتخلي الطعم جميل قوي. المتاح الطعم اللي انت تحبيه اعمليه حطيه. هنا بحس ان هي استوت بقى خلاص، هتكمل سواها. اروح احط عليها السكر، انا حطيت عليها الفانيليا، بحط مع اللبن الفانيليا على طول عشان ريحه الزفاره بتاعت اللبن. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، جربوا ان انتوا تسووها في ميه الاول، شويه ميه صغيرين، جربوا انتوا تسووها في شويه ماء صغيرين الاول، وبعدين تحطوا تكملوا بقى عليها اللبن. هنا حطيت السكر بتاعي، وهحط ذره ملح، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شويه ملح، شويه ملح على الرز بلبن بيغيروا الطعم وبيخلوا طعمه حلو. برضو تكه من تكات الرز بلبن، الكريم شانتيه وذره الملح، بيخلوا بتفرق خالص في طعم الرز بلبن وبتخليه حلو قوي. على فكرة يا بنات، انا ساعات بزود في الملح شوية، يعني اكتر من الذرة بشوية، يعني مش عارفة، بحب طعمها، بيبقى طعمها حلو. بحس بقى ان هي خلاص مقربة تستوي، اروح حاطه النشا على طول عشان تشكل معايا. شايفين الفقايع اللي هي عاملاها دي كده، كده هي خلاص معايا، عايزة بقى النشا عشان تشكل. الصورة بتتقلب معايا بس مش عارفة ليه. ما تنسوش يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب. طول ما انت واقفة ما بتعملي، يعني شغالة بايدك، شغالي بقك كمان بالاستغفار بالتسبيح، استغفر كتير، سبحي كتير، استغفار والتسبيح بيشيل الهموم وبيشيل. هنا دوبت النشا في شوية مية وحطيتهم عليها، دوبت النشا في شوية مية وحطيتهم عليها، هسيبها بقى تشكل معايا وهغرفها على طول كده، مفيش فيها اي حاجة، سهلة ومخدتش معايا 10 دقايق. هنا بدقها بشوف الطعم كويس ولا لأ. اول ما تعمل معاكي كده وتقلبيها تحسها ان هي شكلت، بتروح غرفها على طول،
الاستغفار والتسبيح بيشيل الهموم، الاستغفار والتسبيح والتضرع في الدعاء بيشيل الهموم، إن كان في حاجة وحشة جاية ما بتجيش، إن كان في شر. الدعاء يا بنات بيغير القدر، الدعاء بيغير القدر. ادعي كتير، تضرعي في الدعاء، استغفري كتير، سبحي كتير، الحاجات دي كلها بتشيل الهموم. ولو في جواكي حاجة من حد برضو بتصفي على طول. أول ما عملت الفقاقيع دي معايا بسيبها شوية. كده هي شكلت معايا، شكلت معايا وهغرفها على طول. حبوا بعض يا بنات، ما تكرهوش حد، ما تخلوش، ما تدوش فرصة لقلبكو ان هو يدخل ذرة كره من ناحية اي حد، عشان ما فيش حد هيخش الجنة وفي في قلبه ذرة كره من حد. فما تكرهوش حد، خلي في قلبكو على طول ان انتم مسامحين، مسامحين. هنا بتشكن معايا بقى اهيت، ما قطعتش لكم منها حاجة عشان خاطر تشوفوها بالظبط هي بتشكل معايا ازاي، عشان دي برضو بتفرق، عشان انت لو ما خليتهاش شكلت كويس بتبقى صايصة منك، واللبن بيفرق عن الرز، بتبقى صايصة منك خالص. هنا قفلت عليها اهوت، هغرفها بقى. هغرف معاكم بس انا هكمل غريف انا، علشان خاطر انا بصور بايد وبغرف بالايد التانية، فانا ما كنتش عارفه اغرف، فهغرف واجيلكوا تاني. غرفت معاكم واحدة وهكمل غرف واجيلكوا تاني. كده انا غرفتهم كلهم جميل معاكم اهيت، ومفيش فيها، مفيش اللبن في حتة ورز في حتة، شكله كويس. مدام شكلت معاكي كويس بتديكي رز بلبن حلو وجميل. بعد كده لما بتقعد معاكي شويه بتبقى متماسكه، ما بتبقاش صايصه منك كده، وفي ناس بتبقى صايصه منهم. بحبكم قوي قوي، يا رب تكونوا بخير دايما، يا رب تكونوا في صحه وسعاده. اللايك والشير والسبسكرايب.